طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعذارهم. يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب بحق الحسين بحق الحسان اشفي صدر الحسان بظهور الحجه عليه السلام ابتداء السبب في لقائنا هذا اولا وددت ان التقيكم وثانيا هناك مجموعة من الاسئلة وان كانت مكرره وردت على موقع زهرائيون احببت ان اجيب عليها وان تنشر على صفحات الموقع وثالثا اذا كان هناك من سؤال مهم لدى بعضكم وبقي متسع من الوقت اجيب عليه بحسب ما يسنح به المقام هناك مجموعه من الاسئله وبالاحرى اسئله كثيره جدا ولكنني انتخبت منها مجموعه من الاسئله وساجيب عليها اجابات موجزه وسريعه الاسئله مكرره اسمعها في كل لقاء او في كل ندوه وترد دائما على المواقع الالكترونيه انتخبت مجموعه من الاسئله البعض منها يتعلق باوضاع العراق والبعض منها يرتبط بمسائل التقليد والمرجعيه والبعض منها يرتبط بشؤونات امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وتقريبا هذه الموضوعات هي اكثر الموضوعات التي يدور حولها الحديث في المجالس العامه من الاسئله التي ترتبط بالشان العراقي سؤال يتردد وبنحو عام عن وضع العراق في الوقت الحاضر والى اين سيسير ما اجيبه هنا هو قناعتي الشخصيه ورؤيتي لهذه المطالب التي أتحدث عنها وليس بالضرورة أن تكون مصيبة للواقع مئة في المئة ولا أريد أن أفرضها على أحد ولكنها أسئلة وجهت إلي وأنا أجيب عليها بالنسبة للسؤال الأول عن أوضاع العراق وإلى أين يسير هذا البلد بشكل مختصر وبشكل موجز ولا اريد ان اطيل الكلام في هذه القضيه لان اطاله الكلام لا فائده منها ومهما تحدثت انا او تحدث غيري او تحدثتم انتم او تحدث الناس كان الحديث قليلا او كثيرا لن يترك اثرا عمليا على ارض الواقع ولكني بشكل موجز اقول واجعل كلامي بشكل سريع في عده نقاط النقطه الاولى اذا اردنا ان نقايس بين وضع العراق في الزمن السابق في زمن البعثيين وبين الوضع الحالي ففي الحقيقه الوضع الحالي هو جنه بالقياس الى جحيم كان في ذلك الزمن السابق اما اذا اردنا ان نقيس اوضاع العراق الى ما هو المفترض ان تكون فبشكل موجز العراق بلد تتوفر فيه كل اسباب النجاح ولكنه بلد فاشل في حاضره فاشل ويبدو انه يسير الى مستقبل فاشل ايضا والسبب ان القيادات الدينيه والسياسيه واتحدث عن الواقع الشيعي لان الشيعة هم الاغلبيه ولان القوه الغالبه الان في الايد الشيعيه القيادات الدينيه والقيادات السياسيه في الوسط الشيعي قيادات فاشله وتقود البلد من فشل الى فشل ولذلك هو يعيش الفشل في الوقت الحاضر وحتى في المستقبل هذه خلاصة سريعة ولا اريد ان اطول الكلام اكثر من ذلك. سؤال اخر ايضا ورد في رسائل كثيرة إلى موقع زهرائيون هناك الكثيرون يسألون عن صحة عملهم في دوائر الدولة ودوائر الحكومة في العراق مع انهم يرون المخالفات الشرعية بشكل واضح وصريح والفساد والى غير ذلك من الامور التي انتم تعرفونها وتسمعون بها ايضا بشكل سريع اجيب عن هذا السؤال وقلت انما انا اجيب عن هذه الاسئلة لانها وردت بشكل مكرر ووردت بشكل متكاثر العمل في دوائر الدوله وفي دوائر اي دوله بشكل عام ولكن لان السؤال عن العراق اذا كان الموظف او العامل او المسؤول يستطيع ان يصلح ولو بقدر جزئي يصلح من الوضع الفاسد فقط عن العمل جائز وقد يكون مستحبا في شروط معينة وقد يكون واجبا في بعض الشروط إذا انحصر الإصلاح لشيء مهم بهذا الشخص أو إذا كان بإمكانه أن يقضي حوائج محبي أهل البيت أن يدفع ظلما عن المظلومين منهم اذا كان بامكانه ذلك فقطعا الحكم هنا الجواز وربما الاستحباب في شروط معينه وربما الوجوب ايضا في شروط اخرى اذا كانت القضيه كبيره ومهمه ومنحصره به واذا كان الامر لاجل ان يكتسب المنفعه الشخصيه له لعائلته منفعه خاصه شخصيه بشرط ان لا يكون ظالما لطرف من الاطراف لاحد من الناس اذا كان يحقق المنفعه الشخصيه فهذا الامر ايضا حكمه الجواز وقد ايضا في ظروف معينه يكون حكم الاستحباب وفي ظروف اخرى ربما يكون حكم الوجوب اذا توقفت حياته ومعيشته على هذا الامر بشرط عدم الاضرار باحد هذه قضايا جزئيه اما اذا كانت القضيه تاخذ منظارا عاما فالمساله تاخذ بعد اخر اذا كانت القضيه ان الانسان يترك هذا العمل ويترك فراغ والفراغ يملاه اعداء الشيعه اذا كانت القضية تؤدي بالاضرار بالشيعة لا يكون بعيدا ان الانسان يؤثم اذا ما ترك عمله هذا اذا ترك فراغا وهذا الفراغ يملاه اعداء الشيعة ومن يريدون اضرارا بالشيعة فلا يبعد ان يلحقه الاثم شرعا اذا كانت القضيه كبيره ومهمه هذا الجواب بشكل موجز ومختصر السؤال الثالث وهو اخر سؤال عن احوال العراق قضيه المشاركه في الانتخابات المشاركه في الانتخابات ضروره يفرضها الواقع بغض النظر هناك برنامج صالح برنامج فاسد القضيه والظروف المحيطه بمساله الانتخابات يعني الشيعه بين حالتين بين ان يقبلوا بهذه الرموز الفاشله واذا لم ينتخبوا هذه الرموز الفاشله الذي سيحل في هذا المكان قتله ومجرمون القضيه الان ليس نقاش في برامج ولا نقاش هذا صالح وهذا طالح هذه قضيه مجرد كلام يعني لا توجد لا برامج والمجموعات هي هي ونفس الشيء لكن بشكل مقشر بدون قشور وواضح القضية وهذه القضية ربما نحن هنا أنتم هنا غير مبتلين بها لكن في داخل البلد الإبتلاء بها يكون أشد وأكبر وأقوى مسألة الانتخابات إن كانت الانتخابات الآن المحلية أو حتى الانتخابات القادمة الانتخابات البرلمانية القضية الموجودة في العراق والظرف الموجود في العراق أنت بين مجموعتين بين مجموعة شيعية فاشلة وبين مجموعة لو رجعت إلى الحكم ستكون المقابر الجماعية مزاحا في ذلك الوقت مقابر الجماعية ستكون مزاحا أنت بين مجموعتين يعني قطعا المجموعة الفاشلة أفضل من هذه المجموعة التي تقلب حياة الناس إلى جحيم وهذه ضرورة يفرضها الواقع أما إذا كانت عدم المشاركة في الانتخابات تؤدي فعلا فعلا تؤدي إلى الإضرار بالمصالح الشيعية في القضية تأخذ بعدا شرعيا آخر هذه أهم الأسئلة التي أنا انتخبتها واخترتها من أسئلة كثيرة وردت على موقع زهرائيون بخصوص العراق وأوضاع العراق. هناك أسئلة عن الموقع عن موقع زهرائيون بالنسبة لموقع زهرائيون كما كتب على صفحته الأولى بأنه محاوله وتجربه لتاسيس نقطه افتراضيه لعلنا نستطيع ان نجمع عندها او ان يلتقي عندها اولياء اهل البيت الذين يحملون همهم هي محاوله نحن لا ندري هل تنجح أو هل تفشل هي محاولة وتجربة ولا زلنا في خطواتها الأولى بالنسبة لملف التنزيل والتأويل ربما تأخر أياما بسبب طلبات كثيرة وردت على موقع زهرائيون يطلبون فيها تأخير الملف لأن هناك من المنتسبين للموقع وأعداد كثيرة سواء عن طريق التليفون أو عن طريق الايميل يرغبون في تأخير بث هذا الملف حتى يتمكنوا من مراجعة الملفات الثمانية ومراجعة برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة ولذلك تأخر أياماً في الايام القريبه القادمه ربما في ضوء اسبوع اقل اكثر بيوم بيومين ساشرع في طرح هذا الملف وكما قلت سابقا بان ملف التنزيل والتاويل يعتبر نقطه فاصله في المعرفه العقائديه الشيعيه وستتضح لكم الصوره لان كل ما تقدم من البرامج ومن الاحاديث كانت بمثابه مقدمه لهذا الموضوع ومقدمه لهذا الطرح هذا ما يتعلق ب موقع زهرائيون من الاسئله التي وردت واسئله ترتبط بشؤونات امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والاسئله كثيره وربما اجبت على كثير منها فيما مضى ولكن هناك سؤال يتردد ما هي مسؤوليه الشيعه بين يدي امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا السؤال انا اجبت عنه كثيرا ولكنني ساجيب عليه ايضا كما قلت قبل قليل لان هذه الاجابات ستنشر على صفحات موقع زهرائيون مسؤوليه الشيعه بين يدي امام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه مسؤوليتهم ووظيفتهم عنوان تعرفونه انتم ودائما اردده التمهيد هي هذه المسؤوليه الاولى والاخيره وقطعا لا يوجد هناك تحديد وتعريف معين للتمهيد القضيه تختلف باختلاف الازمنه وباختلاف الامكنه وباختلاف الاشخاص وبحسب توفر الامكانات والاسباب في واقعنا المنظور الذي نعيشه في جميع ابعاده ان كان في الابعاد السياسيه والدوليه او كان في الابعاد الاجتماعيه او كان في الابعاد وفي البعد الديني والعقائدي وحين اتحدث اتحدث بالتحديد عن واقعنا الشيعي ومن الجهه الجغرافيه اتحدث عن منطقه الظهور وحين اتحدث عن منطقه الظهور اعتقد انها باتت واضحه لديكم لكثره ما سمعتم مني الحديث عن هذه المنطقه والتي بينتها لنا الاحاديث والروايات التي رسمت لنا خارطه منطقه الظهور العراق وايران والجزيره العربيه بما فيها السعوديه اليمن دول الخليج بالاضافه الى تركيا وبلاد الشام ومصر بلاد الشام البلدان الاربعه المعروفه حديثي عن التمهيد في ضوء الواقع الشيعي في هذه المنطقه وفي ضوء الواقع السياسي والاجتماعي التي تعيشه هذه المنطقه بالنسبه لنا مساله التمهيد هي قضيه الاعلام وقضيه التبليغ وقضيه تمهيد العقول وتغيير القناعات هذه هي الركيزه المهمه والركيزه الاساس التي اتحدث عنها حين اتحدث عن التمهيد وهذه لا تتحقق الا من طريق مؤسسات اعلاميه المشكله نحن عندنا في مؤسساتنا الاعلاميه في قنواتنا الفضائيه بعض القنوات عنوانها هو عنوان الامام اسم القناه بال باسم الامام ولكن لا يوجد فيها شيء عن الامام صلوات الله وسلامه عليه نحن بحاجه الى مؤسسات اعلاميه وبحاجه الى مؤسسات تعليميه هذا كلام نظري انا اتحدث هنا اجيب عن اسئله فقط قضيه ليست قضيه عمليه فقط كلام نظري نحن بحاجه الى مؤسسات اعلاميه المؤسسات الاعلاميه دورها دور الزراعه تزرع وبحاجه الى مؤسسات تعليميه المؤسسات التعليميه دورها دور الحصاد الاعلام لوحده لا يكفي حينما تكون عندنا مؤسسات اعلاميه ستترك اثرا ولكن هذا الاثر سيضيع كالذي يزرع في ارض غيره الذي يزرع في ارض غيره او يزرع ولا يحصد ويترك الزرع يتعب ويزرع ويخرج الناتج والحاصل ولكن ليس هناك من حصاد نحن بحاجه الى مؤسسات تعليميه تقوم بدور الحصاد فهناك الاعلام وهناك التعليم وهذا هو الدور الاساس للامه في تمهيد الامر لامام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحن بحاجه الى اعلام وبحاجه الى تعليم واذا نتكلم بنحو خاص بنحو خاص عنا الذين ندعي باننا نحمل حينما اقول بشكل خاص لا اعني الجالسين هنا في القاعه وانما اقصد الذين يحملون اهم امام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه على الاقل نحن بحاجه الى مؤسسه فيها الجانب ولو مؤسسه واحده فيها جانب اعلامي وفيها جانب تعليمي على الاقل والا حينئذ لا نستطيع ان نقوم باي خطوه صحيحه في هذا الاتجاه الواقع العملي يقول ان الامه غير مهتمه بهذا الامر ونحن لسنا قادرين وبالتالي الحديث عن ما هي مسؤولية الشيعة بين يدي إمام زمانها حديث لا محل له من الإعراب هنا لما لا يكون هناك أي واقع عملي ما الفائدة من الحديث ذاك لا أريد أن أطيل الحديث ما الفائدة من الحديث طول الحديث وتطويل الحديث لا فائدة فيه الأمة أساسا الواقع الشيعي غير مهتم بهذه القضية بعض القنوات الشيعيه تجد حرجا من ان تتعرض لموضوع الامام الحجه بشكل دائم يجدون في ذلك حرجا لان هناك جهات دينيه حتى من داخل الوسط الحوزوي يلومونهم على ذلك فيجدون حرجا في التعرض لموضوع الامام عليه السلام اذا كان الواقع الشيعي بهذه الحاله فلا توجد هناك فائدة من الحديث أساسا لا توجد فائدة أنا خلال لقاءات الكثيرة بالناس وفي بلدان مختلفة وعلى مختلف الأصعدة هناك الكثير من أولياء الإمام الحجة عليه السلام ممن يحملون همًّا في قلوبهم لكنهم مع الاسف لا يحملون همه، هناك فارق بين الهم وبين الهمه. هناك من يحمل الهم ولكنه لا يحمل الهمه. الهم هاجس نفسي اما الهمه باعث على العمل. فارق بين الهم وبين الهمه. انا التقيت بكثيرين ولا ابالغ اذا اقول يعني يعني اعداد كثيره يعني تتجاوز عشرات الالاف اعداد من الناس موجوده يعني من خلال متابعه اعداد ربما اكثر من هذا اعداد كثيره موجوده في مختلف بلدان العالم حيث يتواجد الشيعه وكلهم من الشباب وحمل الشهادات يحملون هذا الهم يعيش هذا الهم في داخلهم ولكنهم لا يحملون الهمه فحينما تكون الامه الشيعيه الواقع الشيعي منشغله بامور اخرى اذا يتذكر البعض منكم ومنذ الثمانينات وربما اكثركم استمع الى بعض المحاضرات الموجوده مثل محاضره مشكلتنا الرئيسه او الحماس العقائدي وامثال هذه المحاضرات هذه في الثمانينات منذ ذلك الوقت وانا اقول بان المشكله الشيعيه ليست هي صدام وفعلا ذهب صدام وبقيت المشكله الشيعيه الواقع موجود الان منذ ذلك الوقت كنت اقول بان المشكله الرئيسه ليست هي صدام ولا المشكله الرئيسه الواقع السياسي، صحيح الواقع السياسي هذا جزء من المشكله ولكن المشكله الرئيسه موجوده في داخلنا نحن وهو غياب الحماس العقائدي غياب الحماس العقائدي هو هذا الذي اقول عنه غياب الهمه هذه حالة عامة موجودة في واقعنا الشيعي ولذلك حينما يكون السؤال ما هي مسؤولية الشيعة بين يدي إمام زمانهم يأتي هذا الكلام الأمة بشكل عام معرضة عن هذا الموضوع النخبة فلنسميها النخبة المهدوية الذين يحملون هذا الهم لا يملكون الهمه على سبيل المثال على سبيل المثال وهذا مثال نظري وليس عملي هل هناك من همه لا اتحدث عنكم انتم بشكل خاص انا اتحدث عن الواقع الشيعي عن هذه الاعداد الكثيره من شيعه اهل البيت الذين ينتشرون في اصقاع مختلفه من دول العالم نحن لو نملك مؤسسه اعلاميه وتعليميه في نفس الوقت حينما اقول اعلاميه اتحدث عن قناه فضائيه عن قناه فضائيه متكامله وحين اتحدث عن مؤسسه تعليميه اتحدث عن مؤسسه سميها مدرسه كليه معهد اي اسم من الاسماء تخرج اجيال جديده من كتاب كتاب الصحافه صحافه الورقيه صحافه الانترنت من اعلاميين متحدثين جيل جديد من مبلغين يختلفون في طريقتهم وفي اسلوبهم عن الاسلوب التقليدي وهؤلاء لا بد ان يجدوا مجالات جديده في التبليغ غير المجالات التقليديه لان المجالات التقليديه اصبحت مجالات للاجترار فقط صارت مجالات للاشتراك كنت اراقب التلفزيون في احد القنوات الفضائيه الشيعيه المعروفه خطيب معروف مجلسه يمتلئ بالالوف بال... المؤلفه من الرجال والنساء ابتدأ وهذه في أيام محرم ربما في العشرة الثالثة في أيام محرم بالنتيجة لا أتذكر بالضبط أيوم كان يتحدث ابتدأ بآية لها علقة بالإمام الحجة عليه السلام بدأ يتحدث عن الإمام الحجة وللعلم معروف بين خطباء المنبر الحسيني ان اصعب موضوع هو موضوع الامام الحجه لماذا لانهم لا يملكون معلومات عنه وحتى حينما يطلب الناس من الخطيب الحسيني موضوعا عن الامام الحجه ياتي بابيات من الشعر مرتبطه بالامام الحجه ويذهب يشرق ويغرب وبالاخير يشير الى الامام الحجه لانهم لا يملكون معلومات اصلا كل الخطباء معروف بين خطباء المنبر حتى حينما يطلبون منهم يقولون ماذا نتحدث الإمام ولد في سنة كذا وغاب وانتهى الموضوع عند نواب أربعة خلص انتهى الموضوع بينما موضوع الإمام الحجة في روايات أهل البيت لربما هو أوسع موضوع بعد موضوع أمير المؤمنين يعني إذا أردنا أن نذهب نبحث في الروايات أوسع موضوع تحدثت عنه روايات الأئمة تحدثت عن سيد الأوصياء أولا وثانيا تحدثت عن الإمام الحج ربما الروايات التي وردت عن الإمام الحجة أكثر بكثير من الروايات التي وردت عن سيد الشهداء نعم وردت روايات كثيرة في زيارة سيد الشهداء في فضل زيارته في الجزع على مصابه لكن عن سيد الشهداء نفس سيد الشهداء الروايات التي وردت اقل بكثير من الروايات التي وردت عن الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه اوسع موضوع في رواياتنا عن الائمه سيد الاوصياء وبعد سيد الاوصياء خاتم الاوصياء الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه على حال هذا الخطيب بدا بايه فقط قال بان موضوع الامام الحجه موضوع فطري وديني يعني الفطره تؤيده والدين في نصوصه وقال مثل مثل قضيه النظافه وبدا يتحدث عن الزباله والموضوع بدا من اوله الى اخره عن الزباله وتنظيف الزباله وتنظيف البيوت والمراه تكنس في البيت وتنظيف الشوارع وموضوع عن الزباله بالكامل الى ان تم المجلس وختمنا بالمصيبه اين هو الامام الحجاج وعلى هذا الوزن على هذا المقاس تستمر الامور وهذا الواقع الذي نعيشه حينما أقول المجالات التقليدية المجالات التقليدية مجالات اشترارية ذلك كما قلت نحن بحاجة إلى مؤسسة إعلامية مؤسسة تعليمية ولابد أن يرافق هاتين المؤسستين نشاط طباعة ونشر وترجمة مثل هذه المؤسسة إذا كان بإمكاننا أن نؤسسها هذه المؤسسة ستخطو خطوات واضحة وواسعة في هذا المشروع في مشروع التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثل هذه المؤسسة قد تصل تكاليفها إلى خمسين مليون دولار طبعا هذا الرقم قد يكون كبيرا على أصحاب الدخل المحدود ولكن أثرياء الشيعة أتعلمون أن بعض الأثرياء في الخليج حين موتهم حينما يستخرج الثلث ثلث الميت يتجاوز هذا المبلغ بكثير يعني بعضهم مثلا مئة مليون دينار كويتي ثمانون مليون دينار كويتي ثلث ميت ثلث الميت طبعا معروف روح إلى مكانات و حتى ما يحتاج أن تقرأ عليه الفاتحة لا تقرأ عليه الفاتحة هو يروح بدون أن تقرأ عليه الفاتحة المال الشيعي كثير معروف إن كان المال الشرعي أو المال الشيعي الموجود في أيدي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ولا أريد الحديث عن هذه القضية لكن أقول مثل هذه المؤسسة لا يتجاوز رأس مالها الخمسين مليون دولار وهي ليست كثيرة على الواقع الشيعي وحتى إذا أردنا أن نختصر هذه المؤسسة إلى مؤسسة مختصرة وحين أذكر هذه الأرقام هذه أرقام محسوبة عملياً الارقام ليست جزافا اقولها واذا اردنا ان نختصر هذه المؤسسه الى مؤسسه اصغر وليكن راس المال فيها خمسه عشر مليون دولار وهذه قضيه ليست كبيره يعني اذا تحسب اذا خمسه الاف شيعي كل شيعي يخرج ثلاثة آلاف دولار قد تكون كثيرة على بعض الأشخاص ولكن هي مرة يخرجها في عمره ممكن أن تكون هناك مؤسسة وتعمل لسنوات ربما تعمل لعشر سنوات ولكن يعني هل هناك من جهد عملي موجود على أرض الواقع في هذا الاتجاه هو مجرد كلام كما قلت قبل قليل انا التقي في بلدان كثيره واماكن مختلفه ومدن مختلفه بالكثير من محبي اهل البيت يحملون هذا الهم نجلس نتحدث يستمر الحديث بعض الاحيان حتى الى وقت صلاه الفجر وبعد ذلك كل واحد يذهب الى بيته ولا شيء. اعلى شيء يحدث في هذه الجلسات ان تقدم مثلا وجبه عشاء هذا اعلى ما يمكن وحينما تقدم وجبه العشاء الذي يقدمها يعتقد بانه قد فعل الافاعيل وقد ادى كل ما عليه في مثل هذه الاجواء ما فائده الاسئله هذه وما فائده الاجابات هذه لا هذه الاسئله لها فائده ولا هذه الاجابات لها فائده والقضيه فيها تفاصيل كثيره ولكن لانه لا يوجد هناك شيء عملي على ارض الواقع فلا ضروره للدخول في تفاصيل كثيره لا فائده منها سوى يعني اللغط الكلامي لا اكثر نحن حين فتحنا موقع زهرائيون وقلنا بانه تجربه محاوله لنقطه افتراضيه يلتقي عندها محبو اهل البيت لعلهم يتعارف بعضهم على البعض الاخر لعلهم يفكرون فيما بينهم يقترحون شيئا ينشئون شيئا وإن كان الواقع العملي والتجارب تدفعني إلى نتيجة أنه لا يحدث شيء تجارب هكذا تقول واقع العملي المعطيات الموجودة لي هناك كلمة لهذا ال الشاعر السعودي غازي القصيبي يقول بأن العرب ظاهره صوتيه هو الواقع هو هذا نحن ايضا ظاهره صوتيه لا اكثر من ذلك هو نحن واقعنا هكذا نحن ظاهره صوتيه مجرد كلام الروايات واضحه لو محصت شيعتي لوجدت لو ان اكثرهم واصفه الواصفه يعني الذين يتحدثون فقط فقط حديث هناك اسئله اخرى بخصوص المرجعيه والتقليد اخذ منها سؤالا واحدا اسئله كثيره كانت ولكنني اخذ منها سؤالا واحدا حتى لا اطيل عليكم الحديث هو خلاصه لمجموعه من الاسئله سؤال من نقلد وانا ساجيب بشكل موجز ومختصر من نقلد اذا كان البحث هنا عن صفات مثاليه او بعباره اخرى عن الصفات التي ذكرها اهل البيت فلا وجود لها على ارض الواقع. الصفات التي جاءت في الروايات هذه لا وجود لها على ارض الواقع. يعني مثلا هذه الروايه فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لامرها وهذه بحسب انا اجيب بحسب خبرتي. مثل هذه الروايات لا وجود لها على ارض الواقع. طبعا الان اذا اقتطع هذا كلامي سيقال ما يقال عني ولكنني جئت بكتاب للسيد الخوي هو يقول هذا الكلام ايضا يقول هذه الروايه لا وجود لها على ارض الواقع هذا كتاب التنقيح هذا الجزء الاول من كتاب التنقيح في شرح العروه الوثقى من اشهر ومن اعرف كتب السيد الخوي في صفحه 221 اساسا هو هذه الروايه لا يعتمد يعتبرها ضعيفه حين يورد الروايه فاما من كان من الفقهاء الى اخره يقول ان الروايه ضعيفه السند في صفحه 221 الى اخر كلامي اساسا الروايه ضعيفه والروايه هي بالاساس حين قالت فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لامر هواه فللعوام ان يقلدوه قالت وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه لا جميعهم اساسا هي الروايه فلترت القضيه قالت وذلك لا يكون وان كان هذا المقدار لا يذكر ولكن هذا موجود في المصدر وذلك لا يكون إلا بعض بعض يعني قليل وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم مع ذلك نرى ماذا يعلق سيد الخوي على الرواية في صفحة 236 237 حيث أن لازمه لازم هذا المضمون مخالفا لأمر هواه حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع الى من ارتكب امرا مباحا شرعيا لمجرد انه يهوى. اذ لا يصدق معه انه مخالف لهواه لانه لم يخالف هواءه في المباح وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام. فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيره أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ ثم يقول وعلى الجملة إن أريد بالرواية بهذه الرواية ظاهرها وإطلاقها يعني أن يكون الفقيه مخالفا لأمر هواه لم يوجد لها مصداق لا يوجد لها مصداق على أرض الواقع هذا هو كلام السيد القوي وليس كلام فاقول اذا كان الحديث عن صفات مثاليه مثل ما موجود في وغير السيد الخوي نفس الكلام يقول ايضا انا جئت هنا بمثال كلام السيد الخوي اخرون ايضا نفس الشيء يقولون اذا اتحدث عن صفات مثاليه صفات المثاليه لا وجود لها على ارض الواقع وفي مثل هذه الحاله يعني بعباره اخرى الذي يريده اهل البيت غير موجود وهذا معنى حينما نقول بأن هذه الروايات غير موجودة على أرض الواقع وهذا فقيه فقهاء الشيعة السيد الخوي يقول لا يوجد لها مصداق على أرض الواقع يعني الشيء الذي يريده أهل البيت غير موجود وبالتالي ما لا يدرك كله لا يترك كله أرجع فأقول نفس الكلام السابق الذي قلته كرارا ومرارا بأنه الذين عرفوا بالقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الفقهاء والمراجع إن كان في مدينة قوم أو في النجف أو في أي مكان آخر يجوز الرجوع إليهم والعمل برسائلهم العملية مجزئ ومبرئ للذمة وعبارة مجزئ ومبرئ للذمة لا بد أن نلتفت إلى أن مضمونها أن الذي يعمل بهذه الرسائل العملية ليس بالضروره ان عمله صحيح وانما هو معذور حينما يكون العمل مجزئ ومبرئ للذمه ليس بالضروره ان يكون الانسان العامل بهذه الرسائل العمليه عمله موافق لما يريده المعصوم وانما لان باب العلم مسدود في هذه القضايا العمل برسائل الفقهاء برسائل المراجع العمليه مبرئ للذمه يعني ان العمل بهذه الرسائل يكسب الانسان المعذريه يكون الانسان معذور بين يدي امام زمانه يكون الانسان معذور بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ هو صاحب الدين وصاحب الشريعه تقريبا هذه اهم الاسئله وان كان هناك اسئله اخرى كثيره طويت عنها كشحا ولكنني كما قلت في بداية الحديث الأسباب التي دعتني إلى هذه الندوة إلى هذه الجلسة السبب الأول هو أحببت أن ألتقيكم والسبب الثاني الإجابة على هذه الأسئلة والسبب الثالث إذا كان موجود عند بعضكم أسئلة مهمة أتناولها وإلا إذا لا توجد أسئلة أسألكم الدعاء اختم الحديث اللهم كُل لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد وال محمد اسالكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين اللهم صل على محمد وآل محمد على راحتكم استرعى استرعى على راحتكم تفضلوا